شبابنا كلهم طاقة، كيديروا كل نفوسهم باش يعبروا على مواهبهم وقدراتهم، وكل شي كيتسناهم، وباش يسمعوا صوتهم كل نهار كيسجلوا حضورهم. نسجلوا كلنا حضورنا باش غدا نعبروا على صوتنا في الانتخابات اللي غتنظم في بلادنا. نتسجلوا من اليوم في اللوائح الانتخابية إلى عندنا 18 سنة وكتر ومازال ما تسجلنا. لغاية 1 يوليوز نتسجلوا بكل سهولة عبر الموقع www.listelectoral.ma. وبطبيعة الحال مكاتب تسجيل راها مفتوحة طيلة أيام الأسبوع. تسجيل في اللوائح الانتخابية، هذه فرصتك باش غدا تعبر على صوتك.